اذا المقهى ديال اللي غادي نحتاج المعلكه ديالي ان شاء الله. هنايا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، هذا الكاوكاو هذا البلدي اللي سبق وحمرته في الفران، عندي نص كيلو. هنايا عندي كاس ديال السكر، فيكم تزيدوا فيكم تقلوا على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. عندي خمالة ديال الحلوى، عندي واحد السكر بنكهة ديال زهرة البرتقال، فيكم ديروا سكر فاني حتى هو يمشي. عندي واحد ساشي ديال الكاكاو المر، وهنايا عندي ثلاثة البيضات. بيان سور ما غاديش نستعملهم كاملين، فقط غادي نستعمل غير جوج بيضات. في حالة ما إلا احتاجيت نجمع الخليط ديالي فغادي نكمل ببياض البيض فقط. أنا غادي نمشي غادي نطحن الكاوكاو وغادي نرجع إن شاء الله باش نشوفوا التتيم. اذا هنايا غادي نبدا غادي ندير واحد المعلقه ديال القرفه، نسيت ما ذكرتهاش في الاول. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال العسل اولا الكونفيتور، كتبقى على حسب المتوفر. صافي غادي نضيف داك السكر ديال الزهر، وغادي نضيف الكاكاو، وغادي نضيف كاس ديال السنيدة، كنمزجو هاد العناصر مزيان. غادي نضيف البيض، البيضة الأولى والبيضة الثانية، صافي. وغادي نمزج كل شيء ونشوف إلا احتاجيت البيضة الثالثة، راه غادي نضيف كيف ما قلت لكم البياض ديالي. غادي نضيف الخمارة، اذا هنايا كنشوف انها باقة خاصها، فغادي نزيد كيف ما قلت لكم ابيض ديال البيض. فقط بياض البيض كيف ما كتشوفوا معايا، صفر نحتفظ به. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا حنا جمعنا العجينه، خاصها تكون بحال هكا يعني كتلصق كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. اذا انا غادي نخليها ترتاح هنايا واحد 5 ديال الدقائق ونبدا نقاد فيها نلولب فيها مع السكر الثقيل. بالنسبه للسكر الثقيل اللي كندير انا ديما في الغريبات كاملين اللي كيتفندوا كندير هذا، هو في بيم صراحه زوين 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 بزاف. انا غادي ناخذ واحد الكميه هنا وغادي ندوزو باش يتحيد لنا من واحد الحبيبات هذا. نستعملو ويجينا لاصق على الحلو. صافي من بعد ما خليناها ترتاح شويه، صافي هنايا من بعد ما خليناها ترتاح شويه غادي ناخذ هنايا غير شويه ديال الماء فاش نفزك يديا. ممكن تاخذوا الماء ديال الزهر ماشي مشكل. صافي
نديرو بحال هكا. واللول هو القياسات اللي بغيتو نتوما، بغيتو كبير بغيتو صغير، مهم على حسب نتوما واشنو بغيتو. صافي وغنبقى ندير في هكا ويرات ونفندهم السكر الثقيل مزيان. صافي وندير الكويرات على حسابكم نتوما، شوفوها كبيره ولا صغيره. صافي وغادي نفندهم مزيان في السكر الثقيل على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، مزيان باش يتلبسهم السكر. هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، صافي. والفران يكون سخون مزيان 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 بهذا الشكل. صافي ومن بعد ما درت ليها السكر الثقيل غادي ندخلها الفران اللي سخنته قبل مزيان على درجه حراره 220، وغادي نديرها الوسط لتحت عفوا باش تشقق لينا من الفوق كما كتشوفوا معايا، ما شاء الله راه تشقات.